إن زوجها لديه مال كبير ولديه منازل وعقارات، تريد من زوجها أن يكتب المنزل الذي تسكن فيه هي والأولاد باسمها، مع العلم أن لديه أبناء من زوجة ثانية جميعهم متزوجون لديهم أولاد، فما حكم كتابة المنزل باسمها خوفا على مستقبلها هي وأولادها؟ أفيدونا أفادكم الله، علما أن الزوجة الثانية مطلقة. لا يجوز أن يخص بعض الأولاد بعطية دون بقية إخوانهم، سواء كانوا منفردين بالعطية أو كانوا مع شخص آخر كأمهم مثلا، لقوله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. ولما أراد رجل من الصحابة أن يشهد النبي صلى الله عليه وسلم على عطية بعض أولاده، امتنع النبي صلى الله عليه وسلم من الشهادة على ذلك وسماه جورا. قال صلى الله عليه وسلم: أشهد على هذا غيري فإني لا أشهد على جور. وذلك بعدما قال له صلى الله عليه وسلم: هل كل ولدك أعطيت مثل هذا؟ قال: لا. قال: فأشهد على هذا غيري فإني لا أشهد على جور. فلا يجوز أن يخص بعض أولاده دون بقية أولاده الآخرين بعطية، سواء كانوا منفردين بها أو كانوا مع غيرهم. نعم.